السلام عليكم، معكم الدكتور حسين فاور من مستشفى رواية الحياة. حبينا نعطيكم شوية معلومات وإرشادات بالنسبة لفيروس كورونا المستجد 2019 برعاية البنك التجاري الكويتي. بالنسبة لفيروس كورونا المستجد 2019، طبعا بالنسبة للمرضى المصابين بالفيروس، غالبية المرضى عادة بيعانوا من أعراض خفيفة كالسعال الناشف، الحرارة، وضيق في النفس. إذا تطورت هذه العوارض ممكن المريض يصاب بالتهاب بالرئة، وهذا بيستدعي الدخول للمستشفى. وبحالات محددة حوالي 15% بيحتاجوا الدخول إلى العناية المركزة. حتى هذه اللحظة ما في علاج لفيروس الكورونا بحد ذاته، أو ما في لقاح لهذا الفيروس. طبعا في أبحاث جدا قوية عم بتصير بهذا المجال، في كلام بالنسبة لاستعمال الكلوروكين سلفات اللي هو دواء سابق معروف لعلاج الملاريا، ثبت نجاحه على السيطرة على الفيروس إن فيترو، يعني خارج الجسم بالمختبر. طبعا هيدا بيستدعي انه اجراء دراسة على فعاليته عند الانسان المصاب، اشوف هذا بيقدر يتغلب على الفيروس يس اور نو. طبعا التوقعات هي خلال 3 إلى 6 أشهر انه يكون صار في لقاح لفيروس الكورونا 2019.